نقدم بداية خالص التعازي للشعبين السوداني والموريتاني على إثر استهدافهما من طرف نظام الاحتلال المغربي بطائرات مسيرة صهيونية أدت إلى مقتل مواطنين موريتانيين وثلاثة سودانيين والمحصلة 7 شهداء فقط في ظرف 48 ساعة داخل الأراضي الصحراوية وداخل الأراضي الموريتانية، وجميعهم مدنيون ولم يكونوا يحملون أي سلاح في مواجهة نظام الاحتلال المغربي. هذا الحادث أدى إلى موجة غضب شديدة في موريتانيا بسبب هذا الاستهداف المتكرر للمدنيين الموريتانيين، فيما طالبت العديد من الأصوات إلى قطع العلاقات مع المغرب وطرد السفير المغربي في نواكشوط وتنظيم مظاهرات قبل ذلك أمام السفارة المغربي في نواكشوط، وهو ما أعلن قبل قليل، حيث يستعد موريتانيون للتظاهر غدا أمام سفارة الرباط في نواكشوط للاحتجاج على هذا العمل الشنيع الذي استهدف خيرة أبناء موريتانيا والذي استهدفهم لمرات عديدة دون أن يكون هناك أي رد فعل رسميا من الحكومة الموريتانية. هذا العمل ينضاف أيضا إلى ما نشر بخصوص مظاهرات محدودة في الزويرات احتجاجا على الأمر نفسه نظمتها عائلات الضحايا وخاصة الموريتانيين، لأن أيضا المواطنين الموريتانيين السودانيين الذين قضوا في هذه الأحداث أيضا يقيمون في موريتانيا ويقومون بالتنقيب عن الذهاب في الأراضي الصحراوية. جدير بالذكر، وهذا موجه بالأساس إلى الطابور الخامس في موريتانيا الذي يدافع عن الاحتلال، لا توجد حدود مغربية موريتانية حتى يسمح للطيران الحربي المغربي أو الطائرات المسيرة الصهيونية باستهداف المواطنين المدنيين المتواجدين هناك. توجد فقط الحدود الصحراوية الموريتانية المشمولة باتفاق الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عام 1979، وهو الاتفاق الذي رسم الحدود والذي أطر العلاقة بين الجمهوريتين، مع العلم على أن موريتانيا تعترف رسميا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مزيد من التصدي للاحتلال لطرده من المنطقة لأنه بات كابوسا يقض مضجع الجميع، الشعب الجزائري والموريتاني والصحراوي وحتى الإسباني، بحكم أنه ينفذ عمليات أخرى ضد إسبانيا في شمال المغرب.